الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم سادة الحضور جميعا ورحمة منه وبركات. قبل الكلمة، أرى من الضروري والواجب علينا جميعا أن نتذكر من مضى من المؤمنين والمؤمنات ممن سبقونا للإيمان والسابقون إلى رحمة الله ورضوان الله، وأخص بالذكر سماحة العلامة الكبير والخطيب الشهير الشيخ عبد الزهراء الكعبي رضوان الله تعالى عليه، حيث كانت ولادته يوم ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وشهادته يوم استشهاد الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. فإلى روحه الطاهرة وأرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى من مضى من هذا الجمع أرواح أمواتي وأمواتكم ومن مات على الإيمان والولاية، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم وخطابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. لفاطمة الزهراء عليها السلام مقامات عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعند الأئمة المعصومين عليهم السلام. صحيح أن مقامها وقدرها مجهول عند الرعية وعند الناس، كما أن قبرها مجهول فإن قدرها مجهول، لكن قدرها عند الله تعالى ذو شأن عظيم وجاه كبير، حيث قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم مخاطبا الحبيب المصطفى محمد: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأيضا الآيات المباركة التي خصت الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء والأئمة المعصومين، آية المباهلة وفي سورة الدهر وبقية الآيات المباركات في القرآن الكريم، ومقامها عند الله تعالى: إن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. هذا مقامها عند الله تعالى، عند الله عز وجل. أما مقامها عند الحبيب المصطفى فقد قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة مهجة قلبي، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذى الله، ومن سرها
فقد سر الله فاطمة نور عيني، فاطمة ثمرة فؤادي. وقال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة هي روحي التي بين جنبي. ومعلوم أن الجسم بلا روح لا فائدة له، واضح القضية؟ نعم، هكذا بين مقامها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عندما كان يرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزواته، أول ما يتوجه إلى المسجد ليصلي ركعات شكرا لله تعالى، ثم يثني على فاطمة، أي يذهب لزيارة الزهراء عليها السلام. أول المسجد ثم فاطمة، ثم يذهب إلى أهله وزوجاته. نعم، إذن نصل إلى نتيجة أن فاطمة الزهراء عليها السلام هي الميزان، وهي المحور، حيث نقرأ في حديث الكساء عندما يسأل الملائكة الله عز وجل: يا ربي، ومن هؤلاء الذين هم تحت الكساء؟ فيقول الله عز وجل: هؤلاء هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. إذن فاطمة هي المحور وهي الميزان. والحديث الذي القدسي المعروف، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لولاك ما خلقت الأفلاك، ولولا علي ما خلقتك، ولولا فاطمة ما خلقتكما. صلوا على محمد وآل محمد. ثم هي عليها الصلاة والسلام سيدة نساء العالمين، من الأولين إلى الآخرين. سئل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فماذا هو مقام مريم إذن؟ قال عليه الصلاة والسلام: مريم هي سيدة نساء عالمها، أما ابنتي فاطمة فهي سيدة النساء العالمين، من الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليها. احنا نذكر في الرواية عن بلال بن حمامة في كتاب ابن المغازي، يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ضاحكا مستبشرا، فقام إليه عبد الرحمن بن عوف فقال له: يا رسول الله، ما أضحكك؟ شنو الضحك هذا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بشارة أتتني من ربي أن الله لما أراد أن يزوج عليا بفاطمة أمر ملكا أن يهز شجرة طوبى، فهزها فنثرت رقاعا، معنى الرقاع الصكوك الصك، فنثرت رقاعا، وأنشأ الله ملائكة، يعني الله خلق ملائكة، وأنشأ الله ملائكة التقطوها لهذه الرقاع، فإذا كان يوم القيامة سارت الملائكة في الخلق لا يرون لنا، الملائكة
فلا يرون لنا محبا أهل البيت محضا. محضا يعني قطعا، يعني معناها أنه من يحب فاطمة أن يلتزم بتعاليم فاطمة، بمنهج فاطمة. معناه أنه من يحب فاطمة لا يترضى على ظالميها، ماكو على الصوبين واحد يلعب، أما مع علي أو مع معاوية. فلا يرون محبا لنا أهل البيت محضا إلا دفعوا إليه منها كتابا. شنو هذا الكتاب؟ براءة من النار. من من؟ من أخي وابن عمي وابنتي، فكاكوا رقاب رجال ونساء من أمتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو مقام الزهراء عليها السلام. وأيضا عن أبي ذر رضوان الله تعالى عليه، ومن أصدق قولا من أبي ذر الصحابي الجليل. أبو ذر ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالرسول يقول: يوحي الله تعالى يوم القيامة إلى فاطمة الزهراء عليها السلام، ماذا يقول الرب؟ يقول: يا فاطمة سليني أعطك وتمني علي أرضك. فتقول عليه الصلاة والسلام: إلهي أنت المنى وفوق المنى. أنت المقصود يا رب العالمين، أنت المنى وفوق المنى. أسألك ألا تعذب محبي ومحبي عترتي في النار. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ما شنو يكون الجواب؟ فيوحى الله إليها: يا فاطمة وعترتي وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لقد آليت على نفسي من قبل أن أخلق السماوات والأرض بألفي عام ألا أعذب محبيك ومحبي عترتك بالنار. إذن هذا هو مقام الزهراء عند الله وعند رسول الله. أما الأئمة المعصومين فماذا يقولون؟ والإمام الهمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول: نحن حجج الله على الخلق، وأمنا فاطمة حجة الله علينا. عجيب هذا الحديث، واقعا عجيب. إذن هذا هو مقام الزهراء. سؤال يتبادر إلى الأذهان بين الحين والآخر، بين زمان وزمان، بين مكان وزمان، خصوصا إلى شبابنا، إلى بناتنا الذين يعيشون في الجامعات وفي الكليات وفي المدارس وقد اختلطوا بهذا المجتمع الغربي. طبعا السؤال الكل موجه إليه والكل يواجه هذا السؤال، لكن نركز على الشباب والبنات. بين الحين والآخر يقولون: تعالوا أنتوا الشيعة، قضية التوسل بالأئمة الاثني عشر والتوسل بالزهراء، هاي التوسل مين جاي بها؟ هل هي بدعة؟ هل هو شرك؟ مين جايبين أصل التوسل هذا؟ شنو مين جايب هذا التوسل بالزهراء بالأئمة المعصومين عليهم السلام؟ شنو مصدره؟ مين جايبين؟ فلازم يكون عندنا جواب ونعرف شنو نجاوب الطرف المقابل. فماذا نقول؟ أولا خلنا نعرف التوسل شنو. التوسل هو فطرة طبيعية لدى الإنسان وقانون تكويني مسلم به. طيب، أول ما نبتدئ
من القرآن الكريم نجيب أدلة على قضية التوسل بالأئمة المعصومين وبالزهراء عليه الصلاة والسلام، حيث يقول عز من قائل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. سورة المائدة آية 35. أيضا هناك آيات أخرى وأختصر على الآية هذه، حيث يقول عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقد اتفق المؤرخون وكتاب السير على أن حبل الله هو الإمام الهمام مولانا وسيدنا علي بن أبي طالب. واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بعلي بن أبي طالب، بولاية علي بن أبي طالب. طيب، ولذلك في دعاء الندبة شنو نقرأ؟ قراء دعاء الندبة ما شاء الله ما أكثرهم. في دعاء الندبة شنو يقول؟ يقول: وكان بعده هدى من الضلال، يقصد أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين. إذن حبل الله هو ولاية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو من الكتاب، من كتاب الله عز وجل. أما من السنة النبوية، شنو دليلنا على أنه التوسل هو جائز ونمارس التوسل إحنا أينما كنا؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أعظم هذه الرواية. يقول عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله تعالى آدم أبا البشر ونفخ فيه من روحه، التفت آدم يمنة العرش فإذا في النور خمسة أشباح سجدا ركعا. قال آدم عليه السلام: يا ربي، هل خلقت أحدا من طين قبلي؟ قال الله عز وجل: لا يا آدم. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن هؤلاء الخمسة الأشباح الذين أراهم في هيئتي وصورتي؟ سؤال لطيف. قال الله عز وجل: هؤلاء خمسة من ولدك لآدم، خمسة من ولدك لولاهم ما خلقتك، ولولاهم هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة أسماء من أسمائي، فلولاهم ما خلقت الجنة والنار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن. الله تعالى يخبر آدم عليه الصلاة والسلام، فيقول عز من قائل: فأنا المحمود وهذا محمد. بس أريد صلوات من الشباب، صلوات قوية حتى يكون منتبهين إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يخاطب آدم يقول: فأنا المحمود وهذا محمد. صل على محمد. وأنا العالي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم يقول عز من قائل: آليت بعزتي ألا يأتيني أحد بمثقال ذرة من خردل من بغض أحدهم. اسمع هنا، ماكو واحد يقول أنا أحب علي بن أبي طالب ويترحم على معاوية، قلنا ماكو واحد يقول أنا مع فاطمة أترحم على الزهراء بنت الحبيب لكن ينكر ظلامتها، ماكو. آليت بعزتي ألا يأتيني أحد بمثقال خردل من بغض أحدهم إلا أدخله ناري ولا أبالي. يا آدم، هؤلاء صفوتي، بهم أنجيهم وبهم أهلكهم. فإذا كان هذا، هنا شاهد حديثنا، هنا التوسل، شاهد حديثنا هنا. فإذا كان لك إلي حاجة، الله يقول لآدم، تصور، فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل، فبهؤلاء توسل. هنا النبي ايش راح يقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رواية له: نحن سفينة النجاة، من تعلق بها نجا ومن حاد عنها هلك، فمن كان إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت. الزهراء عليه السلام أشارت في خطبتها كذلك إلى قضية التوسل وابتغوا إليه الوسيلة. ماذا قالت؟ قالت: فاحمدوا الله الذي بعظمته ونوره ابتغى من في السماوات ومن في الأرض إليه الوسيلة، فنحن وسيلته. فاطمة الزهراء عليه السلام تقول: فنحن وسيلته في خلقه، ونحن آل رسوله، ونحن خاصته ومحل قدسه، ونحن حجة غيبه. إذن هذه القضية من الكتاب والسنة ومن فاطمة الزهراء عليه السلام. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، الرواية تشير إلى أنه عندما كان يمرض وتصيبه الحمى يتوسل بأمه فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، وقد علا صوته وهو يتوسل بالزهراء عليه السلام: يا فاطمة يا ابنة رسول الله، بحيث يسمع من كان في الدار وخارج الدار صوت الإمام الباقر. وأختتم بتوسل الإمام الهمام مولانا ومقتدانا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث يقول: وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة وأسوة لنا. هكذا يتوسل الأئمة الأطهار بأمهم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعليهم أجمعين. ونحن في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نتوجه بالتوسل إلى سيدتنا مولاتنا ونقول: يا مولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. وصلى الله على أشرف خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم. الله.